بيحصل غالبا. خليني بقى اروح معاك لنقطه يمكن اتكلمنا فيها برضو امبارح انا وانت يا كريم، وقناه الاهلي تحدثت عنها كمان في البرامج المختلفه. فاحنا قلنا على الموضوع او الحدث يعني اللي حصل لموسيماني في جنوب افريقيا، واتكلمنا عنه اكتر من مره، واعتذار هنا نادي سان داونز، واعتذار ايضا اتحاد الكره بجنوب افريقيا. فالنادي الاهلي كان لازم ان هو يرسل خطاب في المقابل، بقى هو ارسل خطاب لرئيس نادي سان داونز الجنوب افريقي واكد فيه على العلاقه الطيبه والاحترام المتبادل بين الناديين الكبيرين، وابدا الاهلي كمان تقديره للاعتذار الذي اللي تقدم به يعني نادي سان داونز. واحنا ما عندناش مشكله يعني، خلي بالك يا كريم، في الاول في الاخر النادي الاهلي يعني بيحترم جدا اي كيان، اي كيان ولو حتى كيان منافس، اي فريق، اي شخص بينتمي لاي نادي اخر. ففكره هنا الاعتذار اوكي مقبول طبعا، وفي الاول في الاخر برضو احنا هنتكلم عن موسيماني، هو برضو كان تابع لهذا النادي او كان ابن النادي. فكل اللي احنا شفناه ده اعتقد، او كل المشاهد اللي احنا شفناها دي كانت مشاهد لا تمت تماما او لهاش اي علاقه بالسلوك الرياضي اللي احنا بنتكلم عليه. وعلى كل حال هنرجع، بس لازم ناكد على نقطه البعض هو اللي مارس الاشكال او الممارسات اللي احنا شفناها، ده بكلام موسيماني نفسه في المؤتمر الصحفي. يعني ما نقدرش نقول كل جمهور سان داونز كان يعني توجهه بهذا الشكل، ما نقدرش نقول كان في جماهير غفيره من جنوب افريقيا هي اللي بتمارس هذه يعني الافعال السلبيه او اللي فيها تناقض، لا الكلام ما كانش كده ابدا. فعلى كل حال ده اعتذار اعتقد او خطوه محترمه جدا. والحقيقه رد فعل النادي الاهلي كالعاده بيتفق كل الاتفاق ويتسق تماما مع تصرفات الكبار بالمعنى الحرفي. النادي الاهلي دايما بيتصرف تجاه هذه الامور بقدر كبير جدا من الحكمه. النادي في خطابه تطرق لمجموعه نقاط، اولها انه لم يكن ينتوي اتخاذ اي اجراءات حيال ما حدث، احتراما طبعا وتقديرا للعلاقات المتميزه اللي بتربط ما بين الناديين. وكمان تفصيله ثانيه ان وجود باتريس موتسيتي رئيس نادي سان داونز السابق على راس الاتحاد الافريقي، واللي بدوره بيرتبط مع النادي الاهلي وبرئيسه محمود الخطيب بعلاقه ود واحترام من وقت طويل، الكلام ده مش جديد، كل الكلام ده بيدفع النادي الاهلي انه يتجاوز اي مشاكل او اي ازمات، بل وبيحظى رئيس الكاف بالدعم والمسانده لكافه الخطوات التي يتخذها لتطوير الكره الافريقيه وكافه مسابقاتها المختلفه. برضو الخطاب تابع في يعني النادي الاهلي، واتكلم ان النادي الاهلي بتاريخه الكبير بيضع الامور خلينا نقول في نصابها الصحيح، ومش هنقول بقى ان احنا هندي الموضوع اكبر يعني من حجمه، يعني خلاص حاجه وحصلت خلصنا منها. العلاقه لازم هتفضل طيبه بين نادي سان داونز وبيتسو برضو موسيماني اللي بيعتز الاهلي بوجوده على راس الطاقم الفني ده اكيد، ويعني لم يكن اكيد برضو يتمنى انه يتعرض موسيماني نجاحاته الكبيره جدا مع الاهلي وسان داونز في نفس الوقت. زي ما كنت بقول لحضراتكم هو ابنهم برضو، ابن النادي زي ما بيتقال طبعا. لهذه الاساءات هو شخصيه، على فكره شخصيه لطيفه جدا، شخصيه انا قابلته في الحقيقه، ما اعرفش انت قابلته ولا لا، بس هو شخص لطيف جدا ومحترم جدا وبيسلم بادب، ومن الناس عارف اللي تشوفها يعني في ناس كده هو كاريزماتيك جدا، هو تشوفه وشه حلو يعني وشه طيب، تحسيه طيب ابن حلال يعني. طيب على كل الاحوال برضو عايزين نقول لحضراتكم ان النادي الاهلي يعني اكد تقديره لقرار نادي سان داونز باجراء تحقيق لاستبيان المتسبب في هذه النوعيات من الاساءات، وهو ما يعكس رغبته ورغبه النادي الاهلي هو كمان في عدم تكرار مثل هذه التصرفات البعيده كل البعد عن الروح الرياضيه. طبعا كل الشكر للكبار اللي لما بيتصرفوا ما بيتصرفوش غير تصرفات الناس الكبيره العاقله الراسيه، النادي الاهلي وكذلك نادي سان داونز.